محمد زهران وبرحب بحضراتكم من جديد. مستمرين معاكم من داخل مدينة العالمين الجديدة في رصد كل ما يحدث في إطار فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، تحديدا في اليوم الختامي والأسبوع الختامي من مهرجان العالمين الجديدة. على مدار 50 يوم من مهرجان العالمين الجديدة كنا متواجدين في كل ركن في المدينة، بنرصد وبنوثق لحضراتكم كل اللي بيحصل في من الفعاليات المتنوعة، سواء كانت فعاليات ثقافية أو ترفيهية أو فنية أو رياضية، وبنوثق كمان زيارات أكثر من 104 جنسية من مختلف الدول العربية والدول الأجنبية، وده موجود على شاشة سي بي سي، موجود على صفحات سي بي سي على السوشيال ميديا كمان من خلال هاشتاج برنامج العالم في العالمين. فالحقيقة يعني كانت صورة ممتعة وصورة أكتر من رائعة وصورة متنوعة. كمان أنا موجود دلوقتي داخل منطقة الملاعب، ويمكن ده كان الملف اللي بسلط عليه الضوء دايما من خلال شاشة سي بي سي، من خلال تغطيتنا أنا والزملاء من خلال برنامج العالم في العالمين. فكنا يعني بنشوف بشكل مستمر تنوع كبير جدا للرياضات وفئات عمرية مختلفة بتشارك في كل الرياضات في مهرجان العالمين الجديدة. بنتكلم طبعا عن ملاعب لكرة القدم الخماسية كانت مفتوحة وما زالت مفتوحة حتى هذه اللحظة، ملاعب كمان لكرة السلة بالمناسبة يعني يمكن الملعب ده كمان مختلف من نوعه، ملعب بيقام لأول مرة على ساحل البحر المتوسط، كمان ملاعب متعددة ومختلفة للبادل وملاعب لكرة الطائرة الشاطئية وأماكن لركوب الدراجات ورياضة الباراموتور وملاعب متنوعة مختلفة كان بيشارك فيها كل الفئات والأعمار. يمكن احنا في اليوم الأخير دلوقتي وما زالت الرياضة بتمارس داخل مدينة العالمين الجديدة، قلنا قبل الفاصل انه اللي بتقام دلوقتي البطولة بطولة منطقة الإسكندرية للسلة 3×3 اللي بيشارك فيها 16 فريق اعمار تحت 12 سنة وتحت 13 سنة، بيتنافسوا على ميداليات ذهبية وبيتنافسوا على ميداليات فضية وبيتنافسوا على ميداليات برونزية. والحقيقة يمكن احنا شايفين قدامنا اعمار الاطفال صغيرة تحت 12 وتحت 13 سنة، قبلهم كان في طلاب مدارس وقبلهم كان في ناشئين من أندية وقبلهم كان في مباريات لأساطير كرة القدم لعظماء كرة السلة ولكبار كرة السلة في رياضة السلة المصرية. فالحقيقة يعني الرياضة هنا شهدت مشاركة كل الفئات وشهدت مشاركة كل الأعمار، وده طبعا بيحصل بالتوازي مع أنشطة وفعاليات عربية ودولية زي البطولة العربية للجود وزي سباقات السيارات وزي بطولة الفنون القتالية وزي غيرها من البطولات والمسابقات اللي كانت بتقام هنا. وطبعا ده كان بيحصل بالتعاون ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما بين وزارة الشباب والرياضة وما بين المؤسسات الرياضية المختلفة والمتنوعة في مصر والدول العربية. فالحقيقة زخم رياضي كبير جدا، مساحة كبيرة جدا للرياضة أعطيت في مهرجان العالمين الجديدة، ونستطيع نقول كده بالخط العريض أن الرياضة في مهرجان العالمين في نسخته الثانية كان ليها نصيب الأسد، وده أسعد كل جماهير مهرجان العالمين الجديدة سواء من مصر أو من الدول العربية أو كمان من الدول الأجنبية. وخلوني دلوقتي انتقل سريعا إلى زميلنا العزيز محمد الجباس يطلعنا على رسالته الختامية.